يا هلا بالصيف. بازار خيري إنساني أطلقته جمعية أيادينا الخيرية في اللاذقية، جمع سيدات سوريات من فئات المجتمع كافة، وذلك بغية تقديم المساعدة للأطفال الذين يحتاجون لعمليات جراحية. يا جمعية عندها عدة نشاطات، ومن جملتهم عملنا موضوع البازار تنوسع النشاطات تنقدر نجيب رايع للعمليات الجراحية اللي هو هدف الجمعية، عمليات الأطفال من جملة النشاطات اللي عنا. وبنفس الوقت نحن من يعني النشاط بيخلي العالم تستفيد ونحن نستفيد كمان نشاركهم، يعني الفعاليات التجارية كلها بتستفاد ونحن بالنتيجة بنستفاد. هدف من المعرض دعم صندوق الجمعية، لأنه هدف جمعية عمليات الأطفال لسن ال 14، ففي فعاليات اقتصادية حبت تدعمنا، شاركت بهاليومين بمنتجاتها، في أشغال يدوية، في أشغال حرفية، في أكسسوارات، في كتير شغلات. نحن حاولنا أنه نجمع أكبر عدد من نساء البلد اللي عندهم فعاليات، اللي عندهم بضائع، منه بيستفيدوا ونحن كمان بنستفيد، وهيدا كمان بيكون دعم لنا للجمعية ودعاية بنفس الوقت. نحن كبنك بندعم كل الفعاليات اجتماعية، نتوجه لكل فئات المجتمع. طبعا بنرحب بالكل بفتح الحسابات بالقروض، بنحاول نوصل لكل فئات المجتمع. وجمعية أيادينا هي جمعية حبت تشاركنا هذا الموضوع، وهدفنا طبعا انه ندعم العمليات الجراحيه للاطفال. هي اول مشاركه لي هون بمعرض بسوريا، ولانه جمعيه خيريه حبينا ندعم هذا المعرض الخيري. يعني مشتركين حاطين سكشن فيه سبورات، نحن بنعمل سبور وسهره طبعا كل شيء، مشتركين بقسم سبورات هون، يعني هيك مشان العالم ياخذوا فكره عن قطعنا. حاطه عربيه بابا نويل، فوانيس رمضان، حلاء، حتى الاكسسوارز هلا صرنا فيهم، فاي شيء له علاقه بقص الليزر، قصع الفلين، كل هالقصص نحن بنشتغله. هدفنا من هي نوسع عن محلنا ونعرف اكثر عن المحل احنا بنشتغله، ومجموعه سبايا تتعرف عن الشغل هاد مدهش صعب وبده وقت. اكيد مشان شهره اكثر، مشان الناس تشوف، لانه انا شغلي اونلاين فالعالم بتحب تشوف اكثر على الواقع نظافه الشغل، الحجر، واكيد مشاركه حلوه، والجمعيه جمعيه خيريه وبتجنن وبيشرفني اني شارك فيها. اكيد عمل إنساني خيري من ضمن عديد الأعمال الخيرية التي تقيمها الجمعيات وأصحاب الأياد البيضاء لتشكل بداية مشرقة للأطفال.